الأنظار تتجه إلى الرياض لتقديم رونالدو. سلسلة مطاعم بيتزا تسخر من نجم ليفربول. حكيمي ومبابي يفاجئان كيفن دورانت. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من العربية رياضة. أهلا بكم. تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، وهو الملعب الخاص بمباريات نادي النصر، حيث سيقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كلاعب جديد للفريق. ومن المنتظر أن يمتلئ الملعب عن آخره، وهو الذي يتسع ل 25 ألف متفرج. وكان لاعب مانشستر يونايتد السابق قد وصل يوم الاثنين إلى العاصمة الرياض على متن طائرة خاصة، كما اجتاز الفحص الطبي في وقت سابق من ظهر اليوم يوم الثلاثاء. في إنجلترا أصبح مهاجم ليفربول الأوروغوياني داروين نونيز مادة للسخرية على السوشيال ميديا بعد الفرص الكبيرة التي أضاعها أمام نادي برنتفورد. حساب دومينوز بيتزا على تويتر سخر من نونيز بطريقته الخاصة، وغرد قائلا بأنه يعتذر للزبائن عن أي طلبات ضائعة الليلة، لأن نونيز يعد عاملا جديدا ويفتقد للخبرة. التغريدة حصدت أكثر من 6 ملايين تفاعل. وبعد قطعهما للإجازة التي تعقب كأس العالم، منح مدرب سان جيرمان غالتييه راحة لكيليان مبابي وأشرف حكيمي. الثنائي استغل هذه العطلة وتوجه إلى أمريكا لحضور مباريات الـ NBA، وظهر اللاعبان في مباراة بروكلين نيتس وسان أنطونيو سبيرز. كما نشر نجم فريق نيويورك كيفن دورانت صورة له مع النجمين، وكتب قائلا: اليوم زيارة خاصة من أسطورتين في ملعبنا. وفي أمريكا أيضا شهدت مباراة بافالو بيلز وسينسيناتي في دور NFL سقط اللاعب دامر هاملين بعد إصابته بسكتة قلبية. وسقط هاملين بعد تعرضه لعرقلة من لاعب الفريق المنافس تعرض على إثرها لسكتة قلبية. اللاعب تم نقله إلى المستشفى على جناح السرعة، حيث عاد قلبه إلى الحياة مجددا، لكن اللاعب لا يزال غائبا عن الوعي.